بلغني أيها القمر الذي يعشق السهر أن كنت أنا القمر. فمن أنت يا قمر الليالي؟ أنا التي حببتك في السهر وليالي السمر، فاقتدى بك الناس من كل الطبقات وعاشقوا سماع الحكايات وتحلقوا حول الرواه حلقات حلقات. ولكن هيهات. نعم هيهات، أن يكون لهم قمر مثل قمري شهرزاد التي ترفرف بخيالها من بلاد إلى بلاد، خلف الصياد وبنت الصياد، ومن الإنس إلى الجان إلى عالم الطيور، ومن آشورين إلى قزوين حيث العطار وأبو ساطور الذي أبدى دهشته عندما رأى العطار فسأله: أنت من زهير؟ أنا الخالق الناطق بن زهير. الخالق؟ قصدك المخلوق بالمنطوق يا سفير. يعني أنت بن زهير بعد العصير ولا قبله؟ دي هيئته وشكله. شكله؟ أنا أحب شكله وما أحب شكله، ده بيموت اللي بياكله. هي تعابين ولا سمك؟ ما تخلصنا يا مولاي الوزير، عايزين البيعة ولا مش عاوزين؟ ادوله 10. 200 كيس. ايه؟ كل كيس فيه 2000 دينار. لا ده الحبس الامثالك حلال، خدوه هو اللي معاه، احبسوه في الحال لحد ما اشوف هما منين وسرقوا القدرة واللي فيها من مين. انا متعاوز ولا بار. انا بقى عايز حقي بالدبية والدبارة. 500 كيس، كل كيس فيه 2000 دينار. خدوا النصاب الحرامي، خدوه من قدامي قبل ما اقتله لغايه ما يقول حقي بالرقبه والعرقوب. وهو المطلوب كان يوم اسود يوم ما شفتك، ويوم ابيض يوم ما قابلتك. انت طلعت ايه منين؟ من العيون السود للموعوده والموعود. المقطر كان وان الاوان تخرجي من سجنك يا بنت يا نورهان، ونصيبك هو اللي حيختار، يا إما العطار يا إما المسكين زنهار. يا خالتي الدادة لقيتيها؟ تقصدي مين يا بنتي؟ انت كمان نسيتي؟ النسيان راحة، بس فين هي الراحة يا بنتي؟ يعني معرفتيش عنها خبر؟ ولا العطار له أثر؟ أنا خايفة يروح مفعول الدواء ويضيع الأثر، وإذا ضاع الأثر افتكر، وإذا افتكر بقينا في خطر. ما تخافيش عليه يا بنتي. ما خافش عليه إزاي يا دادة؟ ده أخويا الوحيد وأغلى إنسان في حياتي. يا بنتي القلوب أحوال وكل وقت في حال، وسبحانه مغير الأحوال مسكينة ذات الخال. استني يا خالتي الدادة، أنت كنت قريبة من العطار وكان هو بعيد ملوش قرار. معرفتيش عنه بعض الأسرار الدواء والعطارة؟ أهو أنت قلتيها بنفسك، أسرار العطار والعطارة أسرار. وهو العطار كان حد يعرف له أسرار؟ ولا العطار بقاله دكان ولا دار؟ يعني لو الدواء راح مفعوله وضاع الأثر هنجيب لأخويا دواء تاني منين؟ أنت بتضحكي يا دادا، هي دي حاجة تضحك؟ ما هو هم يبكي وهم يضحك يا بنتي. لما الزبال يشتغل نجار والشيال يشتغل عطار. عود الشبر والحب هير والحلفة بر والزنجبير، شافوا العطار اختفى اوطر، حتى كان حرقه الصبر، واللي اشتكى ولا بكى يا مستكى راح يعمل ايه؟ يا مستكى راح يعمل ايه؟ يا مستكى راح يعمل ايه؟ بقى يعني لو مات بن زهير ملوش مثيل ولا نظير، بس القمر لو غاب يا ليل
أم العبر أحلى بديل، أم العبر أحلى بديل، أم العبر أحلى بديل، أم العبر أحلى بديل، أم العبر أحلى بديل. بس أنا خايفة عليك يا أبو العيال. خايفة عليا من إيه يا أم العيال؟ مالك ومال شغل العطارة والدواء؟ ده الدواء أسرار ما يفهمه إلا العطار، وانت يا دوب شيال حمال. ابو العبر فتح دكان وعمل عطار. ابو ده عطار في ايه؟ في ايه يا بلد؟ هي العطاره ولا الصياده ولا الاداره حتى الوزاره، هي ايه غير مفهوميه وشطاره؟ شيال انت يا شيال. مولاي الوزير، بع كل حرفة ومهنة وشغلة بالمفهومية والشطارة، حتى شغل الوزارة. يا مولاي واحد غلبان زي حالاتي حمال، بين الصعاليك بيتفشخر وبين الناس بيتمنظر. يا مولاي والحمد لله ان انا ما جبت سيرة الامرة والسلاطين. وانت اشتريت دكان العطار ولا العطار قال لك اعمل عطار لحد ما رجعت؟ ما هو صاحبك. صاحبي العطار؟ صاحبي الكذب خيبه يا مولاي، الكذب خيبه. انا لا في يوم صاحبته ولا حتى في يوم انا عرفته. يبقى العطار ساب الدكان لام العبر مراتك، اجرتها على خدمتها ليل ونهار، وطبعا كانت بتخدمه فين؟ في دار العطار. فين دار العطار؟ العطار له دار؟ امال مراتك كانت بتخدمه فين؟ اخدم مين؟ انا خدمه بس لعيالي وابو عيالي. والعطار؟ عطار هو فيه عطار غير جوزي ابو العبر؟ انتوا هتجننوني؟ ده انا اجن منكم. تعالوا يا وصلتي يا لوي، خدوهم الاثنين وقفلوا الدكان. وعيالي العبابير هاتوا عيالها معاها. هو ده يحيى العدل، يحيى الحق. انا وعيالي وام عيالي في السجن هناكل بلوشي، عمركوش شفتوشي. من عارف يمكن ابقى وزير. زغرتي يا ام العبادين. يلا عبالك يا سعلايا يا وداده، عبالك. دي الحكايه كل مدى بتتعقد، لكن معلش كل عقدة وليها حلال يا ذات الخان. احبسوهم بدل ما تكرموهم وتكافئوهم. نعم يا مولاي، طلبوا تمن يشتري بحر قزوين في شوية سمك ملونين في برنية. التمن مش قيمة البرنية، إذا كان إزاز ولا فخورة، التمن حسب الاحتياج والضرورة. تمام يا مولاي. هم اللي عرضوا ولا احنا اللي طلبنا؟ احنا اللي طلبنا يا مولاي. واللي جابوه طلبنا ولا مش هو طلبنا؟ مولاي هو اللي يقدر يحدد اذا كان هو المطلوب ولا مش هو. هو بذاته المطلوب يا وزير، انا شفته في الطريق مع السفير وامرته يسافر حالا بالهديه لبنتنا ملكه اشورين. نسيت ابارك لمولاي السلطان على زفاف الميمون، لمولاه الاميره الملكه بوران على مولاي السلطان اشورين. الله يبارك فيك. دلوقتي افرج عن التكار واحضروا هنا حالا، نكرمهم وندفع لهم اكتر من مطامعهم. بس دول طماعين قوي يا مولاي السلطان شروين. اللي ما يطمعش في السلطان وكرم السلطان هيطمع في مين؟ احضروا ضيوفنا التجار. ما يعمل نجار ولا عطار ولا فحار، انت هترضى ارزاق الناس؟ دي مش ارزاق يا اميره، دي شغله العطار، دي شغل خطيره. ايش عرف الناس دول بالدواء والمرض؟ الغرض ما كانش واجب تجيبهم هنا. امال مين اللي حاكمهم، انا ولا السلطان؟ كمان عايز اخويا السلطان يحاكم الشيال ويسأل ام العبر عن العطار والعطاره والعيان ودواء النسيان. جرى لك ايه يا وزير؟ صحيح يا سيرين، ده انا كنت هغلط غلطه. وام العبر تقول له كانت فين وبتروح فين ودار العطار فين، وسؤال ورا سؤال يرجع الحال اسوأ من مكان. ولا ينفع دواء نسيان ولا صحيان. افرج عنهم في الحال. استنى، هات لي ام العبر. هتسأليها؟ لا، هشغلها هنا في القصر مع الوصيفات، دي غلبانة وصاحبة عيال وبنات. تعالي يا أم العبر. قابلتي العطار؟
هو العطار له دار ولا دكان يا بنتي؟ طب عندك خبر عن والدي؟ ولا عن العطار يا بنتي؟ ولا عن المقصود؟ البعيد عن العين بعيد عن القلب يا بنتي، لكن مش بعيد عن الروح يا خالتي. يا بنتي يا بنتي اسمعي نصيحتي، ده لا قلب ولا روح اللي في بالك، انت مش في باله. شعرفك باللي في باله؟ اللي شفته بالعين من احواله، معاه عروسته قريبته حبيبته، سيبيه في حاله وادعيله. وانت نصيبك هيصيبك، لا هيفوتك ولا هيسيبك. لا ماليش مكان هنا، انا لازم اخرج. يا ريت بايدي يا بنتي يا نورهان. مال بايد مين يا بادة؟ بايد الله، بارادته وحكمته ونعمه بالله. مين ده؟ المسجون مع المسجون. وفين الراجل التاني اللي كان معاك الطماع؟ ما شفتوش. وانت مين؟ وايه اللي دخلك مع المساجين؟ جيت اشتكي الراجل ده، سجنوني معاه. وتشتكيه ليه؟ ما هو ده صاحب برنية السمك. والراجل التاني؟ ما علينا، لا تاني ولا تالت. اسمعوا، انا قلت لمولانا السلطان ان انتوا اتنين، وانتوا دلوقتي واقفين قدام اتنين، مش عايز حد فيكم ينطق من غير ما اساله. جرايه يا وزير. امرك يا مولاي السلطان. في ايه؟ بتتكلم معاهم في ايه؟ لا يا مولاي، انا كنت بفهمهم ازاي يتكلموا مع مولاي. هاتهم لي هنا. ايه يا راجل انت؟ وانت كمان خايفين من ايه؟ انا بني ادم زيكم. العفو العفو يا مولانا السلطان. اقعد انت هو. لا اقعدوا على الكراسي. هات لهم ياكلوا ويشربوا. هنا يا مولاي؟ ايوه هنا، وانا هاكل معاهم. دول ضيوف السلطان، وضيف السلطان لا يهان. امرك يا مولاي. ايه الحكايه بقى؟ لقيت السمك الجميل ده فين؟ رمش العين؟ ايه اللي وداكي بلاد اشورين؟ بتعصي اوامري؟ اعذرها يا ملك الزمان والمكان، خايفه على الانسيه نورهان. انا امرتها، امرتها تدور على الصبيه ذات الخرخال، مالها ومال ذات الخال. يمكن يا مولاي. الحب سلطان، ما يقدرش عليه لا انس ولا جان، ولا حتى ملك الجان، ولا دهموش الشيطان. بحبها بحبها يا ملك الجان. قلت لك اخرس يا لعين. صبرك صبرك يا رمش العين، لما نشوف شيطانك هيوصلك لفين. هيوصلها لحد عندي، وملهاش خلاص مني. لو نطعت تاني يا لعين هحرقك بنارك وبيدي. هديتك مني يا بنت عمي، سمك الوان الوان. دي خدود نورهان وعيون نورهان. نورهان نورهان نورهان. صيد السمك. خد لك سمكة وكمان سمكة، أنا مالي خايفة ومرتبكة. حلو السمك حلو السمك، طعم السمك طعم السمك، وأحلى منه مكسبك يا مريا صياد السمك.
السمك قلبي انشابك من غير شابك يا بنت صياد السمك يا بنت صياد السمك اسمك نوران واسمك ولها لكن ولها باسمك نوران لا ادخل في رهان على بنت صياد السمك بنت الصياد سمكة ما تنصاد لو كان صياد طالع يصطاد او كان خيل راكب رهوان نشوي يا سمك ولا تلزمناش ولا نلزمك حلو السمك حلو السمك صيد الشبك صيد الشبك حلو السمك صيد الشبك واحلى من نومك سمك يا مر يا صياد سمك صيد العصاري يا سمك اشويك بناري يا سمك صيد العصاري يا سمك اشويك بناري يا سمك ولا تلزمناش ولا نلزمك قلبي شبك من غير شبك يا بنت صياد السمك نورهان نورهان اسمك نورهان وانا الولهان نورهان 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 وهمس السمك الالوان في أذن العاشق الولهان فأخرجه من دائرة النسيان هو السمك يتكلم أكملي قلنا إن كل مخلوق أعجم يتحاور يتكلم بغير حروف المعجم كل يفهمه طبقا لحالته فهمه الصياد كأنه يذكره بابنته ورآه الولهان ذكرى لما كان بينه وبين حبيبته كأنه تدبير بين ملك الجان وبن زهير التدبير لمن بيده الأمر والتدبير وعلامة الفرج التيسير فدع عنك الشك والتفكير والعتب واللوم وهي إلى النوم فقد أوشك الصباح وجاءك الصياح ليقول يا